آلة القتل السورية وبعد 7 أشهر لم تتوقف، بل مع بداية الشهر الثامن بدأت تتخذ منحا خطيرا يؤشر إلى حدة إجرام النظام ضد المواطنين العزل. ففي آخر تجليات النظام الإجرامية ما أشارت إليه لجان التنسيق المحلية من أن قوات الأمن صعدت مؤخرا من حملاتها ضد الأطباء والمشافي والعيادات الخاصة التي يشتبه في أنها تقوم بعلاج المصابين، ولفتت اللجان إلى أن تلك الجهات تمتنع بذلك عن تنفيذ تعاميم أمنية تقضي التبليغ الفوري عن وصول المصاب، وهو ما يعني اعتقاله مباشرة من قبل الأجهزة الأمنية بغض النظر عن خطورة إصابته وحاجته الفورية للعلاج. اللجان أكدت أن مركز توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا سجل نحو 250 حالة اعتقال لأطباء وصيادلة منذ بداية حركة الاحتجاج. وفي اليوم الثاني من الشهر الثامن من عمر الثورة في حمص تسمع انفجارات قوية في شارع ستين تهز دائرة بعلبة وحي البياضة، كما يستمر إطلاق النار في باب سباع وباب دريب والمريجي والنازحين والعدوية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وقال المصدر السوري لحقوق الإنسان إن عدد المدنيين الذين قتلوا مساء الأحد في حمص بلغ 8. في محافظة درعا ذكرت لجان التنسيق المحلية أن قوات الأمن والجيش والشبيحة مدعومة بالدبابات والمدرعات والآليات العسكرية تقوم في خربة غزالي بعملية اعتقال واسعة، وتطلب عبر مكبرات الصوت في المآذن من السكان فك الإضراب ومن الطلاب التوجه إلى مدارسهم، وذلك لكسر الإضراب الشامل احتجاجا على جرائم النظام. وفي ريف دمشق تستمر زبداني عرضة لوحشية قوى النظام التي تواصل مداهماتها وحملة الاعتقالات التي بدأتها قبل أيام. أما في بنش من ريف إدلب فتنتشر المدرعات والدبابات على الطريق الرئيسي والقناصة على أسطح المباني، وفي الترزيت انتشرت قوات الأمن والشبيحة في شوارع المدينة وأزقتها مروعة الأهالي. وأفاد المصدر السوري لحقوق الإنسان أن مسيرات مسائية خرجت في العديد من المدن السورية منددة بقرار الجامعة العربية الداعي إلى إقامة حوار بين النظام والمعارضة. رمزي المصري العربية.